السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كذلك الإنسان المريض اللي كيمشي يدير شي عملية وكيستعملوا ليه البنج الموضعي في مكان معين. البنج أيضا القول الراجح أنه لا يفطر، لأنه ليس طعام ولا شراب، وإنما هو مسكن. وطبعا هذه الأشياء نفضلوا نديروها ماشي في نهار رمضان، نفضلوا نديروها بعد الإفطار كان أفضل، إلا إذا كان الإنسان مريض وعنده حاجة شديدة فلا شيء عليه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.